إذن التمرين رقم واحد، احسب ما يلي. كالكولي عندي هنايا، جد مربع 81 غاسين دو 81. غير نشوف 81 خاصني نتفكر هاد العملية هادو مايا. بحال دابا اف 1 نشوف 4 2 اس 2 9 3 اس 2 هي هكذا، حتى 81 هي 9 اس 2. هادو مايا خاصني يكون عارفهم مزيان. اذا جد 81 شنو هو؟ يعني هو جد 9 اس 2 هو 9، واضح. بنفس الطريقة هنا عندي جدول 11 أس 2، كنعرفو بلي أن قلنا جدول أ أس 2 مثلا، جدول أ أس 2 قلنا هاد الأس دائما كيمشي مع هاد الجدول كتساوي هي أ. إذا فين كتشوفو بحال هكدا، شوفو هنايا أ هنايا أس 2، هذا كيمشي مع هذايا كتبقى ليا هي أ. طبعا كنهضر أ موجب، أن هنايا عندي هنايا 11 موجب، إذن تساوي مباشرة 11 مباشرة. هذه عندي جدول 16 على جدول 4. إذا كما قلنا هاي كنشوف 16، شنو هي 16؟ 4 أس 2. شنو هي 4؟ 2 أس 2. إذا شنو هي؟ هي جدول 4 أس 2 على جدول 2 أس 2، اللي هي قلنا الأس كيمشي مع الجدر كتبقى لي هي 4، وهنايا الأس كيمشي مع الجدر كتبقى هي 2، و 4 على 2 تساوي 2. وممكن لكن خارجة مباشرة، مثلا جدر 16 على جدر 4 ممكن نكتبها هي مباشرة، هي 4 على 2 تساوي 2. وممكن تساوي هي جدر 16 على 4 هكذا، لان علاش؟ حيت كنعرفو جدر ا على جدر بي كتساوي هي جدر على بي، العلاقه هذه كنعرفوها، كاين بزاف ديال الطرق. وجدر 16 على 4 شنو هي؟ هي جدر 16 على 4 هي 4، وجدر 4 هي 2. كاين طرق عده كنختارو اسهلها. اذا هنايا 3 عندي جدر 63 زائد جدر 100. اذا دائما قلنا هذا اللي كنت عارفو، ملي كنشوف 163 كنتخيل دائما 13 أس 2، 100 شنو هي؟ 10 أس 2. إذا هاد جدر 163 زائد جدر 100 أشنا هي؟ هي جدر 13 أس 2 زائد جدر 10 أس 2 تساوي 13 زائد 10. علاش؟ حيت هاد الأس 2 كيمشي مع الجدر، وهذا حتى هو الأس 2 مشى مع الجدر، هنا 13 وهنا بقات لي 10، إذا كتساوي 23 بكل بساطة. هنا جدر 12.5 في 2، العلاقة اللي كنطبقو هنا أشنا هي؟ هي هادي، شوف لي أن جدر أ في جدر بي أش كتساوي؟ هي جدر أ بي، أ في بي. إذا جدر 12.5 مضروبة في 2، غنطبقو هادي. إذا هذه شنو هي؟ هي جدر 12.5 في 2، بحيث مثلا أ هي هذه و ب هي هذه، معناتها أ في ب هذه في هذه. إذا هذه كتساوي شحال؟ هي جدر كبيرة ديال 12.5 في 2 تساوي جدر 25، لأن جدر 12.5 في جدر 12.5 هنا فاصلة 5 هنا، جدر 12.5 في 2 هي 25 تساوي 5. علاش؟ لأن 25 هي 5 أس 2. شوفوا معايا شنو هي؟ كتشوف 25 5 أس 2، إذا جدر 25 هي 5، جدر 25 هي 5. إذا عقلوا معايا هنايا، العلاقة المطبقة هي هذه، هذه جدر أف جدر بي كتساوي جدر أ بي. إذا 12.5 عندها بحث هي في جوج، هادي هي جدر 25 هي 5. نمشيو سؤال جوج بسيط بسيط ما يلي، يعني سامبليفي. عندنا أ اش كتساوي؟ 7 جدر جوج ناقص 3 جدر جوج زائد جدر جوج.
هذه بحال بحال اكس. دابا اذا قلت لكم مثلا 7 اكس ناقص 3 اكس زائد اكس، هذه شنو هي؟ 7 اكس ناقص 3 اكس هي 4 اكس، هذه هي 4 اكس زائد اكس هي 5 اكس بنفس الطريقه. اذا ا تساوي 7 جذر 2، يعني نقص منها 3 ديال جذر 2 شحال ولات؟ 4 جذر 2 زائد جذر 2 تساوي هاد 4 جذر 2 زائد جذر 2 هي 5 جذر 2 بكل بساطه. دابا نشوفوا بي، بي كتساوي 2 جذر 5 جذر 4 في جذر 10 اس 2. اذا هاد جذر 4 يمكن تحسب، هاد 4 هي 2 اس 2، شوف معايا 4 هي عندها جذر ديالها، وهاد هاد الاس غيمشي مع الجذر، اذا شنو تبقى ليا؟ تساوي 2 في 2، لان هاد جذر 4 ولات هي 2، هاد 2 هادي هي هادي، وهاد جذر 4 هي 2، هاد في هادي هي هادي في جذر 10 اس 2 هي 10. علاش؟ حنت قلنا ملي يكون عندي جذر ا اس 2 هاد الاس كيمشي مع الجذر كتبقى ليا ا، اذا بنفس الطريقه هنايا هاد الاس 2 كيمشي مع الجذر كتبقى ليا 10. شنو كيولي عندي هنايا؟ 2 في 2 هي 4 في 10 هي 40. مزيان. دابا نشوفوا السي، سي عندي كتساوي 6 جذر 3 زائد جذر 27 ناقص 3 جذر 12. هذه مهمه. اذا هنا فكنفكر نشوف هاد 27 تكون كتساوي شي عدد من هادوما في عدد كما كان. يعني 27 اش كتساوي؟ هي 9 في 3، الا كتب 27 هي 3 في 3. اذا السي كتساوي، هذا نخليها كما هي، اذا 6 جذر 3 زائد جذر هاد 27 هي 9 في 3 ناقص 3 هاد نكتب هنايا باش نقلها هنايا. سي كتساوي 6 جذر 3 زائد جذر 27 ناقص 3 جذر 12. نكمل هنايا باش تجيني عند الاتساع. اذا تساوي هي 6 جذر 3 زائد قلنا هاد 27 هي 9 في 3 ناقص 3 جذر هاد 12. هاد 12 كتساوي 12 كتساوي 6 في 2 وكتساوي 3 في 4. انا هذه ما خدامهاش ليا، خدامه ليا هذه، ولكن كاع نعرف اننا خدامه ليا هذه ماشي هذه. قلنا شي عدد منهم خص يكون هنا، شي عدد خص يكون هادو، ما يكون عنده اس 2 كتساوي ديك العدد. هاد لا هاد 6 ولا هاد 2 ما عنديش هنا، ولكن هاد 4 عندي هنا. ها هي اللي بغيت نكتبها، هي 4 في 3. اذا هاد 12 هي 4 في 3. دابا انا شنو درت هنايا؟ هاد جذر 3 بقات كما هي، هاد 27 كتبت زي 3 في 3، وهاد 12 هي 4 في 3. اذا دابا نطبق العلاقه هذه العكس ديالها. هذه عندي جذر ا في بي، اش كان ندير ليها؟ هي جذر ا في جذر بي، عندي جذر ا في بي انا نرجعها بحال هكذا، كل وحده نعطيها جذر ديالها نطبق على هادوما. بحال دابا جذر 3 في 3 غتولي هي جذر 90 في جذر 3. اذا تساوي 3 6 جذر 3 زائد جذر 90 في جذر 3 شي قسمت بهم ناقص 3 جذر 4 في جذر 3. اذا دابا هاد جذر 90 وجذر 4 كيتحسبوا، غتولي عندي شنو هي؟ هي 6 جذر 3 زائد جذر 90 شنو هي؟ هي 3. اذا 3 جذر 3 هاد 90 هي هذه وهذه هي هذه ناقص هاد 4 راه جذر 4 هي 2، تولي هي 3 في 2 في جذر 3. اذا كتساوي هي 6 جذر 3
زائد 3 جد 3 ناقص ها 3 في 2 هي 6، هي 6 جد 3. هاد 6 جد 3 مع هذه متقابلين، هذه كتجمع هذه كتبقى لي هذه بوحدها اللي كتساوي 3 جد 3. لان هنا باش هاد 12 هي 4 في 3 كتساوي، حنا دابا ديجا خرجنا هنايا هنا باختصار، اذا هنا هي 6 جد 3 زائد هي 3 جد 3 ناقص 3 لا ناقص 6 جد 3 اذا كتساوي هي 3 جد 3. ديما هذه في هذيك الشمبيه مزيان صافي، هذه عقلوا عليها، وقف الفيديو وقف الفيديو وعقلوا عليها مزيان مزيان. دابا شوفوا الدي، الدي شنو فيها؟ جد مربع 24 ناقص جد 64 مزيان. دابا غادي شويه كتصعب. دابا هذه من عندي نبداها، لاحظوا معايا كنشوفوا 64 غنشوف 64. دابا في الدماغ ديالي خص يكون عارف ان 64 هي 8 اس 2، علاش هادو معايا خاص يكون حافظهم كاملين. غير نشوف هاد 1 4 16 25 36 حتى 160 تكون عارفهم. نشوف هادي نقول 13، نشوف هادي نقول 11، نشوف هادي تفكا 9. اذا هنا 64 تفكا 8، علاش؟ حيت هادي كتساوي، اذا كتساوي شنو هي؟ هي جد مربع 24 خليها كما هي ولكن ناقص 8. علاش 8؟ حيت جد 64 8. دابا انا شنو درت؟ هاد جد 64 عوضتها ب 8، علاش؟ حيت جد 64 كتساوي 8 حقي. دابا نحسب 24 ناقص 8، حيت من قبل ما نقدرش نحسب 24 ناقص جد 64 حيت كنا انا جد ما نقدرش نحسبها، ولكن دابا يمكن ليا نحسب 24 ناقص 8 اللي كتساوي شحال؟ كتساوي 10 ناقص 8 هي 16 مزيان. وجد 16 شحال كيساوي جد 16؟ راه هو 4، إذا هذي كتساوي 4. دابا نمشيو 80 3، اجعل مقام العددين او و اف صحيحا، اجعل مقام العددين او و اف صحيحا. عندي هنا او كيساوي 1 على 2 جد 3. قلنا القاعدة باش كنا نرجع المقام يكون صحيح وعندي هنا يعني عدد واحد، قلنا كنضرب هذا كنضربو في نفسه، كنضرب هنايا في هذا العدد نفسه. إذا هذا شنو كتساوي؟ هي غنخليها بحال هكذا، واحد على جوج جد ثلاثة، غنضرب هنايا في جد ثلاثة، ولكن حتى هنا خصنا في جد ثلاثة. هذه القاعدة، عندنا كون عندنا مثلا جد الخمسة، عنضربنا في جد الخمسة وهنا جد الخمسة، إذا كتساوي شحال؟ هي الفوق هي جد ثلاثة، أعلى شحال كتساوي جد ثلاثة في جد ثلاثة؟ هاديك تعرفوها، هي مثلا جدر أ في جدر أ، هذه هي شحال؟ هي جدر أ أس إثنان، يعني هي أ. إذا جدر ثلاثة في جدر ثلاثة أشنا هي؟ هي جدر ثلاثة أس إثنان هي ثلاثة، إذا تساوي جوج في ثلاثة، يعني كتساوي شحال؟ هي جدر ثلاثة على ستة. إذا هو المقام صحيح، من قبل ما كان صحيح، حيت في جدر مربع ما كان صحيح، دابا ولا صحيح، الطريقة هي هذه. ولكن دابا هنا ما نقدرش نضرب في نفس العدد، علاش؟ حيت عندي جوج ديال الجذور، ملي يكون عندي جوج جذور كنضرب في سكون ابيل لو كونجيكي، يعني المرافق. ما معنى المرافق؟ المرافق ديال ا زائد بي، ديال ا زائد بي، شكون يعني هو ا ناقص بي، والعكس صحيح، يعني الكونجيكي ديال هذا هو هذا. اذا انا هنا فخصي نضرب، غنقول اف كتساوي جدر جوج على جدر خمسة هنا جدر ثلاثة. إذا غادي نضرب، غنضرب هنايا مثلا هكذا،
عنطول هذا بحال هكذايا، عنضرب هنايا في جذر 5 ناقص جذر 3، ولكن بتبقى عملية صحيحة حتى هنا خصني نضرب نفس العدد جذر 5 ناقص جذر 3. إذن هذا العدد ضربته في المقام وفي البسط ما يتغير والو، ولكن علاش كنحصل؟ كنحصل على هذه المطابقة اللي خصنا عارفينها، أ زائد بي عامل أ ناقص بي كتساوي أ أس 2 ناقص بي أس 2. هذه خصنا نكونوا عارفينها مزيان، هذه كتنفعنا. إذا لاحظوا معايا، أنا ولات عندي جذر 5 جاء جذر 3 عامل جذر 5 ناقص جذر 3، يعني هي أ زائد بي عامل أ ناقص بي، إذا كتساوي شنو بقى لي الفوق؟ الفوق ما كيهمنيش، بقى لي غير المقام. إذا الفوق قالت لي هاد جذر 2 عامل جذر 5 ناقص جذر 3 على شنو بقات لي هنايا؟ أم أ أس 2 اللي هي جذر 5 أس 2 ناقص بي أس 2 جذر 3 أس 2. هي أ زائد بي عامل أ ناقص بي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2 اللي كتساوي جذر 2 عامل جذر 5 ناقص جذر 3 على جذر 5 أس 2 هي 5 وجذر 3 أس 2 هي 3. إذا كتساوي شحال كتساوي؟ المقام بقى هو جذر 5 ناقص جذر 3 على شنو بقى لي في المقام؟ بقات لي 5 ناقص 3 هي 2. إذا ها هو المقام ولا عدد صحيح؟ كان عدد غير صحيح ولا عدد صحيح؟ طريقة أنني كنضرب في المرافق، هنا إلا كان عدد واحد كنضرب في نفسه، هنا كاين جوج ديال الجذور ضربت في المرافق مزيان. دابا نشوفوا تمرين جوج، انشر وبسط. ا كيساوي جوج عامل اكس ناقص 3 على جوج. كتعرفوا الطريقة هي أنني باش ننشر، يعني هنا ديفلوبي كنشر هاد جوج عنضرب في هادية وعاود تنضرب في هادية، إذا تساوي هي 2 اكس هادي هي ناقص ناقص 2 في 3 على 2، يعني تساوي 2 اكس ناقص هاد 2 كيمشي مع 2، يعني سي با لا بيان كنحسب جوج في 3 هي 6 على 2، 2 حيت هادي كاينه في المقام وهادي كاينه في البسط، ناقص 3 وهكذا كتبقى، هادي ما كتحسبش 2 اكس ناقص 3 كتبقى بحال هكا. دابا هادي جذر 3 زائد 1 عامل جذر 3 ناقص 1، هادي بزاف اللاعب شو كنشوفو، يعني جذر 3 زائد 1 عامل جذر 3 ناقص 1، الأغلبية كيضرب هادي في هادي عاود هادي في هادي، يعني كتكتب هكذا جذر 3 في جذر 3، يعني هادي في هادي عاود هادي في هادي، يعني ناقص جذر 3 في 1 زائد 1 1 في جذر 3 ناقص واحد ناقص واحد في واحد. هاد الطريقة صحيحة ولكن كديري الوقت، هادي شنا هي؟ هادي في هادي هي 3 ناقص هادي في هادي هي جذر 3 زائد هادي في هادي هي جذر 3 ناقص واحد، كتمشي هادي مع هادي كتبقى ليا هي 3 ناقص واحد هي 2. ولكن حنا كنعرفو أ زائد بي عامل أ ناقص بي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2، وأنا غادي نستافد منها ونطبق هادي. إلا طبقت هادي شنو غنكتب هنايا؟ هاهي أ زائد بي عامل أ ناقص بي اللي كتساوي أ أس 2 ناقص بي أس 2، إذا هادي هي جذر 3 أس 2 مباشرة ناقص 1 أس 2 اللي كتساوي هي 3 ناقص 1 تساوي 2. يعني ما كنربح الوقت، شفنا هي شحال ديال هادي في هادي وهادي في هادي، نقدر نخطا هادي مباشرة. دابا نشوفو السي، نشوفو السي اكس ناقص 2 أس 2، هادي هي اكس ناقص 2 أس 2. هنا خصني نكون عارف القاعدة هادي، مطابقة أ ناقص بي أس 2 اللي كتساوي أ أس 2
ناقص 2 ابي زائد بي اس 2، هذه اللي كنت عارفه ما لقاش مشكل فاديه. اذا هذه هي ا اس 2، انا عندي ا هي اكس وبي هي 2 صافي. اذا ا اس 2 هي اكس اس 2 ناقص 2 في اكس في 2 زائد بي اس 2 هي 2 اس 2 كتساوي هاد اكس اس 2 ها هي ناقص 2 في 2 هي 4 اكس. اذا 2 اكس 2 هي احسب هذه مع هذه اللي هي 4 اكس زائد 4، 2 اس 2 هي 4. هنا باش نشرح لكم ملي كنقول شوف الرابط اسفل الفيديو، يعني كتمشي لهذه هاد الفليش هذا كنكليك عليه كيعطيني هنايا ديك الروابط اللي كاينين في الديسكريبسيون. دابا هنا هذا مثلا رابط التمرين رقم 1، رابط التمرين رقم 2 الى اخره. بغيت مثلا التمرين الاول نمشي كليك على هذا غادي يطلع ليا التمرين الاول، حتى هو كنلقى فيها مثلا التمرين الثاني نكليك هنايا ونشوف الرابط اللي بغيت. ما تبغي نشوف مثلا طريقه حل معادله من الدرجه الثانيه نكليك هنايا وكتطلع هذيك الساعه كتطلع فوالا هذه الطريقه.